نزلت الرابي نعمل فازيت معناتها، اما سي جوست ديسيزيون هي كانت نهار اللي باش نحب روحي نكون اكتيف انا في الكولتور، اكتيف في الهيب هوب، في الكولتور هيب هوب. يلزمني ما عادش يكون الرابي على خاطر باش تنجم انت يكون عندك جوجمون صحيح معناتها لكل شيء، وباش يكون عندك الكريديبيليتي باش تعطي انت ان جوجمون صحيح لكل شيء. ما لازمش تكون انت ترابي وتعطي معناتها في دي كونسيني الرابور اللي يعرف الكوتور بوب كيفاش تمشي، واللي يعرف الكوتور بوب تاع تونس كيفاش، ومخاخنا نحن كتوانسه كيفاش، وذاك الكل معناتها كي تخمم فيه هذاك الكل يلزمك انت ما عادش تكون انت رابور كانك رابور قبل معناتها. وديجا لو فات انك كنت رابور ستان بلوس انك انت عشت في الكوتور تعرف مشاكلها وتعرف معناتها الراب وتعرف الموسيقى وتعرف هالكل، وتكون انت عندك ان جوجمون من برا يولي فهمتني، ملي كنت من داخل تشوف عندك عين من برا وتشوف برشا حاجات من برا، والجوجمون تاعي يكون هو عنده كريديبيليتي اكثر معناتها رابور مقابل رابور، مش كيما رابور مقابل واحد ماهوش رابور كي يعطيه حاجه فوالا. ساشون اللي بيان سور فما هيستوريك اللي هو واحد معناتها كان رابي وخدم مع برشا عباد وفي برشا بلايص وكيف نجم يكون عنده جوجمون تصور يكون باهي معناتها. فوالا بعد التامبر نتاع الدب ما عندوش ديفينيسيون معناتها يجي وحده معناتها، خاطر بدا هي العباد كلها اللي يجي يتزاد للاكيب يقعد مع الاكيب يفهم واحد يتحط فيه القايب يلقى روحه هكاك هو بيدو معناتها. هو البيت مش ان احنا نجي ونقولوا ايا كان نحن نخدم الموزيكا معناتها وحتى حد ما يخدم موزيكا معنا، نتعامل مع اللي بيت ميكر الكل فهم موزيكا بلينا نكلموا بعضنا تك ونخدموا بعضنا معناتها. هذا هو ما تابار صافا فما كي تعد بو فما جي هذا كومبوزي وانا وياه ساعات فازيت ساعات ولا فما سيف الرايس كومبوزي زيادة معناتها فهمتني ولا اللي هي ساعات تحط موسيقى ما تعرفش كون كومبوزي كنت ما كل واحد حط فيها حكايه معناتها تحط ديما 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 الانرجي اللي هي كنا مع بعضنا نعملوا فاسنا بعضنا معناتها هو ذاك هو الكادر. دبوا فين بلوز يما برشا عينين تعرفش السلعة جاية منين، دبوا فين في الوذنين حوسين بوزيين وين كل يوم راكشين، ما تجيش في دبابس ما تجيش في زرارك صوت ابدا شيخ حتما وشالق شلابق لم الريقة من الشيخة العباد الصغار كي تطل عليهم من الافريكا افريكا عزيكا. دبوا فين هي تحكي تحكي على السبري دبو كيفاش يخموا في وسط الدبو معناتها، والرابور كي يبدا نورمالمون يحكي الحكايه اللي عايش فيها فوالا دو فاسون او دو نوتر، خاطر برشا عباد يضر من الرابور مش قاعدين يحكي وساعات يحكي واحد دي سيجي اخرين، مي هما راهم هذوك دي فيزيون نشوف فيهم معناتها كي تخمم فيهم مليح تفهم برشا حاجات اخرين وراهم معناتها. يو فويس بس سترابا هولد ذا مايك نحبوا نعيشوا بيس بلاش تخويف بلاش تخفيس بلاش خوف نعصى البوليس بلاش عتيم بطاقة تعريف بلاش تقطيع بلاش تريش بلاش تلحيس بلاش ترخيص بلاش صبة الحكاية دبو على الاخر. جاتنا بيريود نجم تسميها انت نكسة في الدبو، جاتنا بيريود زادت نصاروا برشا مشاكل وركشنا انا وقيس وقلنا اي عاد صاحبي باش نقعد ديما فما حتى شيء يا برا نخدموا حكايه، وطفحت هنا موسيقى وصوب من عند شادي كينج اوف سورو التيتر ركشنا وخدمنا موسيقى وفوالا، وكانت امبيونس دبوا على الاخر مبانكين كلنا هنا نسجلوا في التيتر حتى البريوتاج الموجودين في وسط التيتر دي بريوتاج ريال معناتها فهمتني في وسط التيتر بيدهم معناتها صار وقتها. هكا نعيش خذها كاش كلام باش يولي حقيقة بوها ما يبتاش فما عرض فما فلوس هاني هوني كم حين نقص تلقاني هوني فما سكة في وذك اليوم قاعدة تسوني فما كف مزل في وذك اليوم يسوني فما شبيك التوى مزلت قاعد هوني عطولي ترابا اي كي اي ترابا توني وشفت الضحكة باش تتحل تحس طل ما فسر لك كاتي في الفرس اللي قبل الشارع للشارع عمتع الشارع نمي الكوه جاي نق شوية من جوليت عبسي سلفوه كان عاد داخلية هامي كانسو فينا فينا في بالنا بيهم يتبعوا فينا هاك فهمت اللغه كان مازال عندك شك كنت شبد للحب سرح خير لك تسك اشلمنا مع القمح فوالا موف ما ايبوب شارع دنيا عيشه هذا هو معناتها في الاخر بالكل كان هي العباد اللي كنت تخدم مع بعضها كيفاش كومش يخدم مع بعضها كيفاش بتخدم؟ كان هو الدب ما يخدمش مع القمح والقمح ما يخدمش مع الدب وغيرهم 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 ما يخدمش مع بعضهم العباد الكل مش احنا الدوله مش قاعد في نصيفين
حتى حد ما تنفي حتى شيء معناتها. في الاخر بالكل ما عندناش الشوال كلنا كيف يخدموا بعضنا معناتها. هو انا مشيت على خاطر الموسيقى. معناتها لا مشيت باش نخدم لا مشيت باش نخدم الموسيقى. مشيت حبيت نعيش هالموفمون معناتها حبيت نعيش شنو هي الحكايه معناتها فهمتني؟ تعلمت كيفاش هما يخدموا في وسط الموفمون نتاعهم الاكثريه فهمتني؟ كيفاش كيفاش جموع تربي بالرسمي معناتها؟ كيفاش لو بوت كيما نحن الفرق بين توس اللي هي راهي معناتها شويه اللي جات وراها ليدي نتاع الدبو معناتها اللي هما احنا الكونديسيونمون انك انت اسباس يلزم شكون يحكم فيه وذاك الكل وقت اللي هما اللي اسباس هذا اسباس عيش توريني ايش عندك وكا هاو وريني انت ايش عندك عندك حاجه تعرف تعملها يجي اعملها صح ما تقوليش النجم والنجم 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 اعمل وريني معناتها المشكلة انك انت تحب على اسباس تعمل في حاجه هاو اسباس تحب على عباد تعمل فازات هاي موجوده اعمل ابري بيان سور في الصغر نحن نسخيبوا امريكيا جنه وذاك الكل معناتها تهبط غاديكا ولا تلقى الحياه معناتها تكتشف الحياه بالنسبه لتونس تسمى بكري خاطر 19 سنه انا خرجت هما بس هما 19 سنه صحيح معناتها قاعد في نيفو واحد اخر معناتها اما تعلمت برشا باسكو خدمت مع ترينتي انترتينمنت كرونوس افيوسي هما اللي دخلوني في الموفمون معناتها مشيت غاديكا تاك تاك من حكايه لحكايه 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 قال لي عندك شي موزيكا قلت له عندي موزيكا وانا ما عنديش روحت للدار عملت حكايه ما بين بلاي ستيشن وندرا شنو سي دي في البلاي ستيشن ونسجل بالوحده هكاك عملت له حكايه سجلتها مديتها له قال لي عجبته على الاخر وقالت لي قال لي دي نجم لك كاليتي ما خير منها من غاديكا بيت الحكايه معناتها فهمتني قالت جيب حدايا سجلوها كاليتي ما خير برشا من غاديكا دخلت الاستوديو اول مره معناتها في تونس قبل ما نخش حتى دخلت الاستوديو في تونس معناتها فوالا اكثر حاجه سجلت بها في تونس مسجله معناتها ديريكت غاديكا دخلت الاستوديو فرحوا بيا غريبه برشا اللي عندهم هما راب جاي من تونس ساعه تونس شكون يحكي بالعربي وبالفرنسي شنو هي الحكايه معناتها فهمتني اوريجينال برشا عندهم هما وفما ديريم مش فاهمينهم شنو هما ديريم فما فلو فما فازيت مش فاهمين شنو هي الحكايه فوالا دخلت في وست ايكيب هو كوليكتيف اسمه ترينتي انترتينمنت خرجنا دي ميكس تيب عملنا برشا فازيت من بعد فقت تشيبو في 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 نيويورك تشيبو ركشنا بعضنا مزكنا بشويه بشويه عملنا من بعد برا مايك بعضنا بعد تيشي ركح مع توب اوف ذا بيلدينغ اللي هما كان يخدموا مع الوتانغ هبطت انا وياه غاديك سجلنا فازيت في مع توب اوف ذا بيلدينغ وخدمنا معاهم برشا بلاك سيزر جي بي ومن بعد طحنا بواحد سوداني عايش 9 سنين في تونس يعمل راب في واشنطن دي سي لا في فيرجينيا ومغروم حتى هو ومن حكايه لحكايه حطوه طيح كونتاكتويت غاديكا وتبرانشينا مع بعضنا الكل وركحنا دي لايف هبطنا لواشن دي سي واشن دي سي معناتها هبطنا وقت هبطت انا هبطت مع ترينتي انترتينمنت وتشيبو هبطت من غاديك مع توب اوف ذا بيلدينغ حاسيلو كانت لما كاسحه واللي كانت الاكسح منها الكل احنا زوز توانس لمينا دو كوليكتيف نتاع امريكان مع بعضهم معناتها في واشن دي سي وخدمنا كونسير تحفون وعملنا فايز كاسحين برشا معناتها وقتها غاديك خرجنا الميكس تيب جانكسس لكنهم شعراء فوالا عملنا برشا موزيكا برشا فازيت من بعد امور الدنيا معناتها تبرش الشبو في حكايات تبرشيت انا في حكايات هبطت انا لشيكاغو هو قعد في نيويورك قعدنا نمزكم من البعيد عملنا فازيت من البعيد هذول اخر تيتر عملناه
زوج يدولي فما واحد ألف ريزام باش يشد الميكرو والأخرى أرب هاسلس ما خرجوش يدولي هذوما حتى خرجوا لايف ويت يدولي مرة في تونس لعبناهم عام 2009 ولا 2008 لعبنا في المستير هبطنا بيهم معناتها هبط معنا فايبا وقتها وفايبا مازال حتى حد ما يعرف فوالا من بعد ما كملت الاكسبيريونس في امريكا مشيت لفرنسا في فرنسا خدمت مع فرنش اندر جراوند ستوديو من باريس وبعد مشينا للويست تاع فرنسا في لافال رين فوالا خدمت كيف دي زيفينمون كوليكتيف كبير فيه برشا توانسه فيه من ولد بلاد لام دوزو كانيدي فيه لاسمالا فينوم ورا فما الدحش من فرنسا تونسي في عايش في فرنسا خدمنا برشا فازيز ده مع بعضنا عملنا برشا حكايات كانت الاكسبيريونس اخرى انا يعني ديفيرونت جمله ما بين امريكا وما بين فرنسا معناتها حاجتين ديفيرونت جمله في الراب في الكولتور وبعد فوالا جيت لتونس تونس اكسبيرينس واحد اخرى جمله توا معناتها في تونس الراب تسمى بيبي معناتها كبر شويه اما مازلنا في تونس قاعدين نتعاركوا على كعكه مش موجوده